سنة 97 التزمت بشوية توضيبات وحاجات في البيت خدتني من جو الاجتماعات وطولت شوية، أخدت أكتر من شهرين، وأنا كنت مفتقد الجو ده وحاسس أنه في حاجة أنا مفتقدها حتى غير الفرح والتسبيح، حضور ربنا في وسط المؤمنين، حضور ربنا في المواهب الروحية، وكل واحد عنده موهبة وكل واحد المسيح جميل فيه. أنا مفتقد إخواتي، مفتقد الاجتماعات. وبعدين عد علي واحد سواء تاكس تقي وجميل واخ حلو قوي، وقال لي تعال انزل معايا. قلت له انا مش فاضي وعندي. قال لي تعال بس ننزل في اجتماع صغير كده هنصلي ونرنم فيه في بيت وهرجعك تاني. قلت له حاضر. فروحت الاجتماع ده، وكل اللي انا كنت مشتاق له وكل التعويض اللي انا كنت محتاجه عن الوقت ده حصل في الاجتماع ده. مش قادر اوصف لكم الفرح والبهجه وحضور ربنا عمل ايه في حياتي، لدرجه ان انا قلت له روح القدس وانت اتفقتوا عليا تخرجوني من الحالة اللي أنا فيها. وعجبتني الكلمة دي، ولما سابني ومشي قعدت أقول الروح والأفراح اتفقوا، مش بني آدم اللي اتفق، ده الروح والأفراح اتفقوا. ما فضلش كده حزين، جابوا التعزيات وجابوني ما بين المؤمنين في حرارة الصلوات وجو التسبيحات، روح الله بيفيض من تاني فيا بترنمات. والأفراح اتفقوا، مفضلش كده حزين، جابوا التعزيات وجابوني ما بين المؤمنين فحررت الصلوات وجو التسبيحات، فحررت الصلوات صليت وجو التسبيحات، روح الله بيفيض من تاني، روح الله بيفيض من تاني فيا بترنيمات، فيا بترنيمات. لما زارتني النعمة جاوبتها على رنة العواد، أنا من يوم ما عرفت مكانتي وعرفتني الأعياد، فحررت الصلوات وجو التسبيحات، روح الله بيفيض من تاني فيا بترنيمات. قال لي أمرت بعزك يا ابني وأنا أدي الكلمات، وبركتك وجعلتك بركة ورفعت اللعنات، فحررت الصلوات وجو تسبيحات، روح الله بيفيض من تاني فيا بترنيمات. ده الوقت المحسوب من عمري وروحي إليه بتهين، نفسي بتشبع وارفع نظري إليه وأنا في الترنيم، فحررت الصلوات جو التسبيحات، روح الله بيفيض من تاني، روح الله بيفيض من تاني فيها بترنيمات، فيها بترنيمات. حقيقي نفسي أسيب معاكم مش الترنيمة، أسيب معاكم الفكرة دي. اوعى تسيب اجتماعك، اوعى تسيب اجتماع المؤمنين، اوعى تسيب أي فرصة روحية بين المؤمنين. دي مش وصيتي، دي وصية الكتاب. غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة. حضور الرب في وسط المؤمنين هو ده الحضور، حضور الكنيسة هو ده الهيكل، هي دي السماء اللي على الأرض.
ربنا يدينا ويديكم ما نتحرمش من حضور ربنا في وسط المؤمنين. آمين.